السلام عليكم جميعا وأهلا بكم أينما كنتم. الرأي الحر العاشر من أبريل الموافق للتاسع عشر من شهر رمضان المبارك. الليلة سنتناول اليمن. اليمن في ظل زيارات الوفود أكان من عمان أو من السعودية. طيب، وصول هذا الوفد السعودي إلى صنعاء، الحديث عن بحث السلام، مصافحة فارقة ربما مع هذا الخصم الحوثي، هل يمكن القول إنه انتصار للسلام، سلام الشجعان في النهاية، أم هي متغيرات السياسة ومتطلبات المصلحة؟ تعرفون في النهاية أنه كل طرف في النهاية عمل حسابه ووجد بأنه لا مصلحة في استمرار هذا الصراع. إذن هي المصلحة ومتغيرات السياسة هي التي دفعت إلى هذا اللقاء وهذا السلام القادم ربما. هل يعم السلام اليمن الحزين؟ وهل باتت عودة الشرعية نسياً منسية؟ اليمن إذن محادثات بين السعودية والحوثيين وتفاؤل أيضاً لدى الشرعية نفسها. هل نحن أمام سلام قادم؟ ثم لو أردنا أن نسأل، من انتصر ومن خرج مهزوما في النهاية من هذا الصراع؟ أم أن السلام في النهاية انتصار للجميع؟ وحسنا أنه بات قاب قوسين، أفضل من أن تستمر الحرب ربما لسنوات طويلة كما يقول البعض. أرحب بالجميع. أهلا بكم. قال عضو المكتب السياسي لميليشيات الحوثي اليمنية محمد البخيتي إنه لا حاجة للبحث عن تفسيرات غير واقعية لتبرير المفاوضات ما بين صنعاء والرياض، ويجب تسمية الأشياء بمسمياتها كما قال. البخيتي أضاف في تغريدة أن السعودية ليست وسيطا وإنما طرفا في الصراع، وأن الحوثيين غير مستعدين للتفاوض معها مرة ثانية من خلال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد الإعلامي الذي تم تعيينه من قبلها وفق قوله. ولكن هذا لا يعني أو لا يغني عن الحاجة لحوار يمني يمني دون أي تدخلات خارجية بحسب تعبيره. البخيتي شدد في تغريدته على أن أبواب صنعاء مفتوحة للجميع، مجددا الدعوة للمكونات السياسية التي قال إنها تورطت في استدعاء العدوان للحوار من أجل بناء عملية سياسية تقوم على أساس التوازنات الداخلية وتحقق سيادة واستقلال لليمن وتضمن تحركه في سياق مصالح أمته العربية والإسلامية كما قال. تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي استقبل فيه رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي في اليمن مهدي المشاط وفد الوساطة العمانية والوفد السعودي في القصر الجمهوري في العاصمة صنعاء. كانت جماعة الحوثي قالت إن زيارة وفدي سلطنة عمان والسعودية إلى العاصمة صنعاء تأتي في إطار جهود الوساطة التي تلعبها السلطنة لإنهاء الصراع الدائري في اليمن منذ أكثر من 8 سنوات. تأتي زيارة الوفدين العماني والسعودي إلى صنعاء بعد إعلان ميليشيات الحوثي على لسان البخيتي التوصل إلى تفاهمات مع السعودية في جميع الملفات بما في ذلك تجديد هدنة الأمم المتحدة المنقضية في اليمن مطلع أكتوبر الماضي وملف تحقيق السلام الشامل، مؤكدة أن تنفيذ تلك التفاهمات سيكون على مرحلتين، مرحلة الهدنة ومرحلة الحل الشامل. وفي ذات السياق أعلن مبعوث الأمم المتحدة في اليمن هانس جروندبرغ أمس أن المحادثات السعودية العمانية في صنعاء تجعل اليمن أقرب ما يكون نحو تقدم حقيقي تجاه سلام دائم منذ بدء الحرب. وقال جروندبرغ في وقت متأخر من مساء أمس إن هذه لحظة يجب اغتنامها والبناء عليها وفرصة حقيقية لبدء عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع بشكل مستدام.
وفي الوقت الذي دخل فيه اليمن مرحلة مفصلية لحل أزمة الصراع المستفحلة في البلاد، يستمر الوضع الاقتصادي في التدهور مدفوعاً بالمتغيرات الأخيرة المتعلقة بتوقف تصدير النفط الخام وعدم وضوح سياسة التمويلات الخارجية للدول المانحة. توقع البنك الدولي في أحدث تقرير صادر في 6 أبريل الجاري توقع انكماشاً حقيقياً في الاقتصاد اليمني بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال العام الحالي. لكن المشكلة القائمة كما يحددها البنك في إعادة بناء الاقتصاد الوطني في واحد من أكثر البلدان احتياجاً للدعم والمساندة، حيث يتوقع أن تتراوح احتياجاته بحدود 16 مليار دولار في العام الجاري، وما بين 11 إلى 22 مليار دولار بحلول العام 2027. اليمن إذن وصول وفد سعودي إلى صنعاء لبحث السلام ومصافحة فارقة ربما في إطار هذا الصراع الذي استمر لسنوات بين الخصمين اللدودين السعودية وجماعة الحوثي. هل هو انتصار لسلام الشجعان في النهاية كما يقول البعض؟ أم أن متغيرات السياسة في المنطقة، وتعرفون المصالحة التي تسير الآن بخطى حثيثة بين السعودية وإيران، وأيضا متطلبات المصلحة لكل هذه الأطراف، هو ما دفع الجميع إلى هذه المصافحة وهذا السلام القائم. لكن السؤال، هل يبقى السلام ثنائي ما بين الحوثيين والسعودية، أم أن السلام سيعم اليمن بكامله؟ وهل باتت عودة الشرعية الآن، الشرعية بتعريفها السابق، نسيا منسيا ربما؟ أسئلة عديدة. على كل حال، لكل من يود أن يشارك معنا بالرأي والتعليق، نرحب الآن بضيفنا الأول في هذه الساعة، السيد طالب الحسني الكاتب الصحفي من بيروت. سيد الحسني مساء الخير. إذن لقاء سعودي حوثي هو الأول منذ بداية هذا الصراع وبهذا المستوى بالطبع، ومصافحة وتبادل الابتسامات وحديث عن سلام قادم. أولا، ما الذي أوصل الطرفان إلى هذه النقطة أن يجلس الجميع معا وفي صنعاء؟ نعم، أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين الكرام. بكل تأكيد يعني هناك عوامل كثيرة أوصلت السعودية يعني إلى هذه الاستدارة في الحقيقة، لأن اليمن ينظر إلى الحرب بالنسبة له كحرب فرضت عليه، حرب دفاعية، حرب لم يكن يريدها، لكن السعودية هي التي كان لديها أهداف ولديها أطماع ولديها أهداف معلنة، من ضمنها يعني إعادة ما يسمى الشرعية إلى العاصمة طنجة. هناك كثير من العوامل، ولكن أبرز هذه العوامل أن هناك إخفاق كبير، وأصبح السعودية قناعة بأنها أن هذه الحرب هي خسارة كبيرة، هذه الحرب لا يمكن أن تسير لصالح السعودية، هذه الحرب لم تعد تقتصر النيران فيها على اليمن، إنما امتدت طوال الفترة الماضية إلى دول الخليج من ضمنها السعودية والإمارات. هناك أيضا متغيرات إقليمية ودولية بالنسبة للسعودية تنظر إليها، وتنظر أنه من الأولى الآن الذهاب نحو تصفير المشاكل، ومن أولى المشاكل التي يجب تصفيرها هي الأزمة في اليمن، الحرب على اليمن، أن تبقى السعودية غارقة في الحرب. هناك عامل ربما مستجد أيضا، ولكنه ليس مستجد بشكل يعني لحظي، يعني ليس لم يولد خلال الفترة القريبة الأخيرة، وهو الاتفاق السعودي الإيراني. ربما هذا هو شجع، ولكن لا يمكن القول أن هذا هو العامل الوحيد. فالسعودية يعني لو كانت منتصرة لم تكن تنظر إلى الجمهورية الإسلامية، ولم تكن يعني تذهب إلى العاصمة صنعاء. مشهد وصول الوفد السعودي إلى العاصمة صنعاء، في الحقيقة السعودية هي تحاول أن تصور نفسها كوسيط، ولكن الواضح تماما أن اعترف والجمهورية اليمنية أو صنعاء تقول أن السعودية طرف، وأن الطرف الوسيط هو الوفد العماني. لهذا هناك الآن
ثلاثة أطراف. اليمن المجلس السياسي الأعلى التقى به الرئيس المشار، والوفد السعودي الذي يرأسه محمد آل جابر، والوفد العماني الذي هو يعتبر هو حاكم الاتحاد. والحقيقة هذه ليست اللقاء، ليس اللقاء الأول، نعم هو اللقاء الأول المعلن، ولكن هناك مشاورات منذ 2019 برعايات عمانية في الحقيقة. يعني نعم لم تتقدم في الفترة الأخيرة، يعني في السنوات الماضية، ولكنها نضجت الآن مع شعور السعودية بأنه لا بد أن تخرج، بالاعتبار أن يعني التهدئة التي استمرت لعام كامل كانت مشجعة أيضا نحو الذهاب إلى تهدئة. ومع كل ذلك، مع كل ما يقال الآن ومع كل ما يناقش الآن، لا نستطيع القول أن حل الأزمة في اليمن أو الوصول إلى حل سياسي شامل هو سهل، هو معقد في الحقيقة. طيب هذا يعني حتى نستفيد من وجودك معنا سيد الحسني، هذه اللقاءات هي لقاءات ستؤسس لسلام ثنائي بين الحوثيين والسعودية، أم هي ستتناول طبعا السلام للجميع، لليمن ولجيرانه؟ في الحقيقة يعني اللقاءات إذا نجحت أو السلام إذا نجح ووصلت اليمن مع دول التحالف التي تقود السعودية إلى العودة إلى ما قبل 26 مارس بالطبع، يعني مع دفع الأضرار وتداعيات الحرب لا بد أن تأخذها السعودية وتدفعها، لا بد أن تتحملها السعودية. إذا وصلت اليمن والسعودية، وهو المطلوب الآن وتركز عليه بشكل كبير جدا، هو الوصول إلى اتفاق سلام يعني بين المجلس السياسي وبين السعودية كراعية للتحالف أو قائدة للتحالف، وهذه تشمل خارطة الطريق حددتها صنعاء طوال الفترة الماضية، تشمل وقف شامل للعدوان والعمليات العسكرية، وقف شامل للحصارات والموارد. والحقيقة السعودية قد بدأت تقول أنها سترفع القيود عن كامل المطارات والموانئ في الجمهورية اليمنية، وهذا جيد. أيضا استكمال تبادل الأسرى، الوصول إلى الانسحاب السعودي والإماراتي من المحافظات الجنوبية اليمنية، وتوقيع اتفاق سلام شامل. فعرف السعودية أنه يمكن أن تؤجل توقيع اتفاق السلام وتؤجل بعض هذه الشروط ومن ضمنها الانسحاب، فأعتقد أنها ستنتظر طويلا، لأنه لا يمكن أن يكون هناك طاولة نقاش أخرى يمنية قبل. ولكن سيد الحسني، واضح بأن الحوثيين يشترطون ويطالبون، ولكنهم في المقابل لا يقدمون شيء، يعني لا يبدو هناك إعلان أو نية للتنازل من جانب الحوثيين، على الأقل من حيث التصريحات أو ما أدليت به الآن. يعني حتى الآن إذا قلنا أنه يقدم تنازل، نعم لا يقدم تنازل، ويجب أن لا يقدم تنازل في الحقيقة، لأن كل التنازلات التي تطلبها السعودية وتطلبها التحالف هي تضرب السيادة اليمنية. يعني لم يسمح للسعودية أن تكون، ولكن عذرا للمقاطعة مرة أخرى سيد الحسني، هل الحوثيين أيضا نسوا أو تناسوا أنهم جزء من المشكلة، وبأنهم أطاحوا بدولة مهما كانت شرعيتها على كل حال، لأن الأنظمة العربية كلها يعني شرعيتها نسبية كما يقول البعض، أطاحوا بنظام قائم في صنعاء، انقلبوا عليه واستولوا على سلاح الدولة ومؤسسات الدولة ومقدرات الدولة وشنوا حربا على باقي الأطراف، هل ينسى الحوثيون ذلك؟ هذا توصيف الطرف الآخر. لا، هذا هو الواقع، هذا ما حصل. لا تستطيع أن تقول ذلك. يعني الأطراف اليمنية في الداخل هناك انقسام، يعني هناك من يرى أن هذه ثورة، وأنا من الذين يرون أن هذه ثورة، وأنه الطرف الآخر هو الذي يقول أنه هناك إسقاط وإنقلاب، والتحالف هو الذي قال ذلك. ولكن في الحقيقة هناك رؤية يؤمن بها الحوثي، يؤمن بها الحوثيون، يؤمن بها أيضا شركائهم، يوم ليسوا جماعة الذين يسيطرون الآن على صنعاء، هو ائتلاف حقيقة، ائتلاف سياسي، هو ائتلاف سياسي وائتلاف قبلي.
لا يمكن يعني من مغالطة الواقع بالقول أن هناك جماعة فقط، هناك ائتلاف الذي قام ائتلاف، وائتلاف سياسي وائتلاف قبلي أيضا، وهو الذي يحكم الآن. لو كانوا يعتقدون أو يرون أنه أن ما حصل هو الانقلاب لكانت الحرب كلها عليهم. طب دعنا نسأل، على كل حال الحوثيين دائما متمسكين بتعريفاتهم، يعني ما يقومون به من جريمة يعني في حق الدولة اليمنية هي ثورة، لكن الأطراف الأخرى التي تدافع على الشرعية اليمنية هم يعني أشخاص عملاء للغزاة. طيب لكن أريد منك إجابات سيد الحسني سريعة، هل أنتم مستعدون للعودة، أو الحوثيين مستعدون للعودة إلى صنعاء، والعودة بالتالي إلى ما قبل انهيار صنعاء؟ لا لا لا، ليس هناك استعداد للعودة إلى ما قبل انهيار، ليس انهيارا، هناك ثورة أطاحت بأدوات. لو كانت هذه أزمة محلية، ولو كانوا هؤلاء يثقون بشعبيتهم ويثقون بيمنيتهم ويثقون بقدراتهم ويثقون أنهم دولة فعلا، لما كانوا ذهبوا واستجروا تدخلا خارجيا. لما كانوا ذهبوا، على كل حال التدخل الخارجي سيد الحسن اسمح لي، يعني التدخل الخارجي، الجميع استعان بالخارج، الحوثيون استعانوا بإيران وهذا لم يعد سرا، والشرعية استعانت بالإمارات والسعودية وهذا معلوم، وبالتالي لا يمكن للحوثيين أن يظهروا أنفسهم وكأنهم ما شاء الله عليهم يعني بمقدراتهم الذاتية يواجهون الشرعية والتحالف العربي. طيب أتمنى أن تسمحوا لأنك تقاطع، وأتمنى لا يمكن مقارنة الاشتعال بتدخل خارجي شهد في اليمن بالحديث عن اتهامات إيران، هي مجرد اتهامات إيران. لا يمكن مقارنتها بالتدخل العسكري الذي قادت السعودية 17 دولة قصف في اليمن وحصرت ولا تزال تحاصر حتى الآن. لا يمكن المقارنة والمغالطة بهذا الشأن. لو كانت الأدوات لديهم ثقة بالشعب، لديهم ثقة باليمنيين، لديهم ثقة بأنفسهم، لما كانوا دعوا إلى السعودية في الأساس. مشكلة يمنية. طيب هذه التهمة التي تكيلها للشرعية، أنتم الآن الحوثيون الآن يجلسون مع السعودية. أنا أسألك سؤالا الآن، من أعطى السعودية الحق؟ من أعطاها؟ ليس هناك اتفاق مع دول الخليج، ليس هناك دستورا يمنيا يقول أن على السعودية أن تتدخل إذا كانت هناك أزمة يمنية محلية. من، أنا أسألك أنت، من أعطى السعودية الحق؟ في الأساس هل أنها فقط دولة جوار؟ ليس هناك اتفاق مع السعودية ودول الخليج على أن تتدخل السعودية إذا حصلت مشكلة يمنية. لو كانت مشكلة يمنية لماذا تدخلون؟ لماذا فرضوا حصار؟ لماذا جلبوا تحالف؟ ليس هناك في الدستور اليمني، وليس هناك اتفاقات مع. طيب هل يرى الحوثيون أنفسهم الآن الطرف المنتصر، وبأن السعودية تأتيهم من موقف ضعيف وليس من جانب قوة وسلام للجميع؟ هذا لا يقوله فقط، لا أقوله أنا، يقوله الواقع. 8 سنوات من الحرب، 8 سنوات من الصمود الوطني. اليوم السعودية تأتي راكعة، تأتي مهزومة. السعودية تأتي لصنعاء راكعة، هكذا تقول؟ نعم تأتي راكعة، هي جاءت راكعة. ماذا فعلت؟ هي كانت تريد من اليمنيين أن يذهبوا إلى الرياض وأن يوقعوا اتفاق سلام هناك. رفضت الحكومة الوطنية ورفض المجلس السياسي الأعلى أن يذهب إلى الرياض، ولكن السعودية جاءت السعودية وهي التي كانت تريد أن تقول أنها ستعلق هؤلاء في المشانق. هذا الرئيس المشاط الذي سلم عليه محمد آل جابر، السعودية قالت أنه إذا أحد أدلى بمعلومات عنه فسيكون له 40 مليون دولار أو 80 مليون دولار. هؤلاء الذين التقى بهم محمد آل جابر بالنسبة للسعودية هم إرهابيين كما تقول. طيب لماذا تلتقي بإرهابيين إذا كانت منتصرة؟ لماذا اليوم تجتمع مع هؤلاء؟ لماذا يأتي محمد آل جابر يريد السلام؟ يريد أن ينهي هذه الحرب. فقط سيد الحسني، هناك مواطن سعودي، هناك مواطن سعودي يرسل برسالة عن طريق الواتساب، يقول الهاشم من السعودية، يقول هناك ثوابت مهمة للمصالحة في اليمن. أولا الالتزام بقرارات مجلس الأمن،
ثانيا الالتزام بقرارات الحوار الوطني اليمني، ثالثا الالتزام بالمبادرة الخليجية، وأخيرا صلح على أساس لا غالب ولا مغلوب، إنما وضع مصلحة الوطن أولا. ثم يضيف: يا حسني أنت في ضيافة حزب الله، خذها مني، ثوابت مهمة للمصالحة في اليمن. أولا الالتزام بقرارات مجلس الأمن، وثالثا الالتزام بقرارات الحوار الوطني، ويكررها. طيب عندك تعليق؟ أقول له لو أن هذه الثوابت نؤمن بها وكنا سنمضي بها، كانت الحرب انتهت في 2015 وسلمنا لكم الأسلحة بناء على القرار الدولي 2016، وسلمنا لكم المدن، وسلمنا لكم السيادة. هذا لم يحصل. المبادرة الخليجية لا يمكن القبول بها، وهي كانت جزء من أسباب الحرب. الحوار الوطني هو حوار فضماض، يعني حوار ليس له قيمة. إذا على أي أساس الآن هذا السلام؟ هذا السلام على أي أساس؟ أن تبقوا أنتم سادة صنعاء ويأتيكم باقي اليمنيين من الشرعية وغيرها، يأتوكم صاغرين جميعا ويكونوا في ظل حكمكم الرشيد؟ هذا هو السلام المطروح الآن؟ ليس حكما غشيما، هناك ثورة وهناك قادة للثورة. هنا السلام الآن أن تخرج السعودية من الحرب، ألا تتدخل في المرحلة الانتقالية. لن يسمح للسعودية أن تتدخل، ولا للولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل، ولا لبريطانيا أن تتدخل. وفي الحقيقة تاريخيا هذه هي المرة الأولى لم يسمح فيها للتدخل خارج المرحلة الانتقالية. طيب من سيشرف على المرحلة الانتقالية؟ لأنكم أنتم طرف في الصراع أيضا، هل سيؤتى بحكومة تمثل الجميع لتشرف على المرحلة الانتقالية أم ماذا بالضبط؟ ليس هناك حكومة غير حكومة الإنقاذ الوطني، وليس هناك شرعي غير المجلس السياسي العام في العاصمة. إذا السلام ما ترونه أنتم سلام؟ هو سلام، هذا السلام. السلام هو أن يتوقف الطرف الخارجي على التدخل، السلام أن توقف الطرف الخارجي عن الحصار، السلام أن تتوقف على التدخل في الشؤون الداخلية. السيد طالب الحسني، السيد طالب الحسني الكاتب الصحفي، كنت معنا من بيروت، نشكرك جزيل الشكر. إذا هذه وجهة نظر الحوثية، إذا كان كلام السيد الحسني دقيق فهذا سلام المنتصر، وعلى الآخر المهزوم أن يأتيني صاغرا وراكعا كما قال في إشارة إلى الوفد السعودي. أنا لا أدري إذا كان هذا السلام سيكون مقبول من اليمنيين وحتى من الطرف السعودي نفسه. على كل حال نأخذ بعض المشاركات. ابتسام من ألمانيا تقول: على السعودية أن تساعد اليمن على استئصال الأصابع الإماراتية الصهيونية التي تعبث فسادا في الجنوب حتى يعود اليمن يمنا سعيدا. احنا الآن نتحدث على الشمال، الجنوب هذا قصة ثانية. اليمن مسكين يعني يعاني من أكثر من صراع الحقيقة في آن واحد. موسى نصر من الأردن يقول: منذ 8 سنوات والطائرات السعودية تدك اليمن، ولو أن هذه الطائرات ضربت إسرائيل لمحتها من الوجود، وعلى السعودية تعويض اليمنيين. أنا فقط أشير إلى أرقام. طيب أنا الحقيقة بعض الأسماء دائما مسيطر على هذا البرنامج، ياريتي يعني يعطوا فرصة لآخرين، الزملاء في الاتصالات وأيضا من يتبعني الآن على الهواء، حتى لا تتكرر دائما نفس الشخصيات التي تعرض أصواتها. أنا سأعطي فرصة للجميع، ولكن ياريت اللي يشارك معنا باستمرار يوجز قدر الإمكان حتى يعطي فرصة للآخرين، لأن الخطوط هكذا تكون مشغولة. أبو القعقاع في أقل من نصف دقيقة لو تكرم، تفضل. إلا مسموح، ماني مشارك، لأن مشاركتي مفيدة لبرنامجك، أنا الوحيد اللي تحليلي يفيدك. أول شيء خلاص مسموح، أنا ما عاد مشارك. لا تفضل، ولكن قلنا نصف دقيقة حتى نعطي فرصة لآخرين لا يشاركون باستمرار، تفضل. أتقدم بالشكر بالتهاني والتبريكات للسفير محمد الجابري، إنه تنازل مهدي المشاط وسلم عليه. رأياه محمد الجابر يتودد له، طال عمرك، ويحب رجيله ويحب أقدامه. يا أخي هذا الخزي والعار اللي تلبسه السعودية، يا أخي فشلتنا يا أهل الخليج، أقسم بالله. أهمي لصنعاء الانتصار، أهمي لصنعاء الانتصار. أبي طال عمرك الهاشمي
يعني عفوا ابو القعقاع، انت ترى الحوثيين انتصروا في هذه الحرب؟ اقسم برب الكعبه ورب البيت انهم جوهم للرياض يتوددوا لهم، يحبون قدر مهدي المشاط يحبه، محمد الجابري بريمل اللي كان حاكم في العراق، كان حاكم في اليمن، هذا السفير يحبه قدامه على هذا التلفزيون يتودد له. يا اخي من عفوا يا ابو القعقاع، من الذي يتودد للثاني؟ السعوديه اللي تحب قدام الحوثيين، تحب قدامهم يا رجل. عقب الشلات، الشلات والاغاني والقصيد والجيش، وين هذه تشيلها للخليج، تشيلها للسعوديه. انت معي يا استاذ صالح؟ يا استاذ صالح نعم. تشيلها للسعوديه، جيشها بيدخل طال عمرك ذكناته كاسب من الخزي والعار. احنا استقبلنا جيشنا يوم رجع من الورد والتغارير. شكرا لك ابو القعقاع، لا ادري لا ادري من تمثل في الدوحه، انا اعرف بان هناك مصالحه بين السعوديه وقطر، لكن الحقيقة هذا الكلام ربما لا يرضي الكثير من السعوديين، لكن الحقيقة كلام ضيفنا أيضا لا يرضي السعوديين. كلام ضيفنا قاسي جدا بالفعل. قال لك السعوديين جاؤون إلى صنعاء راكعين. معقول؟ يا رجل أنتم عارفين السعودية كم خسرت في هذه الحرب؟ الأرقام تشير إلى أرقام فلكية والله. يعني بالمئات، مئات مليارات الدولارات. بعض الأرقام تشير إلى 250، أرقام أخرى تشير تقديرات إلى 300 أو ربما 350 مليار دولار. يعني تونس الآن تتسول البنك الدولي مليار ونص أو زود مليار، يعني حتى يحلوا لها مشكلتها. السعودية دفعت 300 مليار دولار في حرب اليمن، والآن تغادرها بدون إنجاز واحد. الحوثيين الذين حاربتهم تجلس معهم اليوم في صنعاء تطلب ودهم، على الأقل وفق ضيفنا قال لك جاءونا راكعين. يا جماعة حتى لا نناقض أنفسنا ونحن في شهر رمضان، السلام جميل وفي أمتنا نحن ندعم السلام، لكن لماذا تحارب أنت سنوات طويلة ثم تعود إلى نفس النقطة مع كل هذه الخسائر؟ في أي دولة ديمقراطية في العالم، في أي دولة فيها حتى برلمان هامشي، البرلمان من حقه يسأل المسؤول. يعني لو في برلمان في السعودية الآن سيسأل محمد بن سلمان، أنت دفعت 300 مليار في حرب اليمن لماذا؟ الأرواح التي أزهقت مقابل ماذا؟ من حق الشعب السعودي أن يسأل ولا لا؟ أنا أتحدث عن دولة قانون ومؤسسات، ولست هنا لأعيب السلام. نحن من حيث المبدأ مع السلام، نعم، وهذه المنطقة لا تحتاج حروب وصراعات، لكن أيضا هدر الأموال وهدر الأرواح يعني مش لعبة. مش كل واحد يجي يخوض لحرب ثم يقول لا والله الآن أدركنا أن السلام مهم. طيب حبيبي الخسائر هذه في الأرواح والأموال تطير أي رئيس حكومة في العالم، فلماذا في السعودية لا أحد يسأل ولا أحد يسأل حتى؟ طيب أبو رجاء مساء الخير. أبو رجاء أخي صالح مبروك علينا وعليكم هذا الشهر، وإن شاء الله بنكون من سيعتكف في العشر الأواخر. يقول تبارك وتعالى الصلح خير، الحمد لله. لكن في الحقيقة على السعوديين أن يبذلوا الغالي والنفيس من أجل أن 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 يكفروا عما فعلوا. والله لو كتبت قصة في للأجيال القادمة وقيل لهم أن السعودية والإمارات دمروا هذا الشعب الأصيل العربي الضعيف لما صدقوها. نحن والله يا أخي الحوثيين هم اللي دمروا اليمن يا رجل، لماذا أنتم يعني تتهمون طرفا دون آخر؟ بسيط شوف الحوثيين ما فيهم خير، والإيرانيين قبلهم ما فيهم خير، لا يريدون إلا تدمير الأمتين العربية والإسلامية. لكن لما يأتي سفيه هو حوثي وتدعم إيران اللي أسفه منه، والله أنا ندمر بلد، أن ندمر أنا بهذا السبب ندمر اليمن يا أخي، هذا لا يصدق يا أخي. أنا نفعل شيء غير هذا؟ أنا نضرب على كتف إخوتي ولا نترك إيران تفعل بهم ما تفعل الحين، وتفعل ما تفعل في سوريا وما تفعل في لبنان؟ وعلى فكرة هذا الاخر الذي تكلم قال ان السلاح السعودي يوجه الى اسرائيل، انا لا اريد قاع السلاح ان يوجه الى اسرائيل، لان هذا من عاشر المستحيلات.
لكن نريد بس السعوديين أن يتكلموا عن ما يفعل في الأقصى. طيب. هذا أقصى. شكرا لك أبو رجاء، أشكرك حتى نبقى في موضوعنا رجاء، شكرا لك. أبو عبد الله عن طريق الواتساب يقول ابن سلمان عمل أكبر خطاين شين الحرب، لا أدري يعني بأي لغة يتحدث، شن الحرب على اليمن السعيد واغتال خاشقجي، والآن يأتي أو يطالب بوقف الحرب، ونتمنى له أن يعيد سياساته بأن يتقرب إلى كل العرب وغير العرب وترك المقاومة تحارب أمريكا وإسرائيل. والله ما فهمت كلمة من كلامك يا أبو عبد الله. طيب، عبد العالي من المغرب، ابن سلمان تأكد وتبين له أن لا مفر من دخوله تحت عباءة خمينية لكي يوقف الصواريخ عن شركة أرامكو وعن الرياض، يعني لن نقدر على هزم الحوثي في الحرب الآن، نعود للتفاوض معه. إرهاب الحوثي انتصر وهزيمة نكراء للسعودية كما يقول عبد العالي من المغرب. إبراهيم من إسبانيا، مساء الخير. مساء الخير. يا هلا بيك، تفضل. رمضان مبارك لأخ صالح. ولك بالمثل، شكرا لك. والله أنا كنت من الناغمين على نظام سعودي، خصوصا نظام بن سلمان، نتيجة لكل ما شاهدناه في المراحل الماضية من تجاوزات وقطرصة وظلم. لكن خروج الاتفاق الإيراني السعودي إلى العلن وإقرار بأن العدو الحقيقي للعرب هو إسرائيل وليس إيران، عندما كانت هناك محاولات لتشكيل حلف إسرائيلي عربي لضرب إيران، بالرغم من إيران دولة نشترك معها الدين الإسلامي. طيب، هذا السلام الآن، حتى نعود لموضوعنا الرئيس، هذا السلام لمصلحة من؟ هل هو لمصلحة الجميع؟ هل هو لمصلحة الطرفين المعنيين الحوثيين والسعودية؟ ومن برأيك انتصر في النهاية ومن خرج مهزوما؟ آخر الدواء هو الكي، الحرب هي آخر شيء، الحرب لا فائدة فيها. نحن جربنا الحرب، نحن في حرب مع المملكة المغربية وجربنا الحرب، لكن الجنوح إلى السلم أفضل، لأن أصحاب الأرض وأصحاب وتسميهم أنت الحوثيين وهم أنصار الله وكثير من الفصائل الفلسطينية وعندهم 80 من الأرض، كثير من الفصائل اليمنية. لا لا لا، رجاء إبراهيم لا تخلط هذا بذاك، موضوع الحوثيين هذا موضوع فريد ولا داعي لمقارنته بالمقاومة الفلسطينية أو غيره، خلينا في الحوثيين لو تكرم، تفضل. الحوثيين يمنيين، لم يأتوا من كوكب. يعني أي يمنيين، ما أحيانا يكون ابن البلد يكون إرهابي، ليش هو يعني على رأسه ريشة ابن البلد؟ ما هو الإرهاب هو أيضا صنيعة وطنية أحيانا يكون، ولا كل يعني واحد ابن يعني البلد بإمكانه أن يستبيح البلد وخلاص يعني ومباح له. يا أخي شو هالمنطق وشو هالتعريف؟ تفضل تفضل. والله أنا ما إذا كانوا ليسوا على حق وليس لهم حاضنة شعبية يمنية لما استطاعوا 8 سنوات منع السعودية من اجتياح. ومن قال لك أنهم لديهم حاضنة شعبية؟ يعني سيطروا على صنعاء بقوة السلاح وأرهبوا الناس، والدليل على ذلك الأحداث، كانوا يعني يقتحمون البيوت والمكاتب والإدارات وغيرها. طيب، على كل حال هذا ليس موضوعنا الآن، موضوعنا هذا السلام ما هو حظه من النجاح وكيف سيثمر. يعني إذا كان أنت استمعت لضيفنا منذ قليل يقول لك أنه على الجميع أن يأتي تحت حكومة الحوثيين، ما في حاجة اسمها حكومة انتقالية ولا في شيء اسمه عودة إلى صعدة، نحن سادة البلد، يعني هكذا صريح العبارة. أنا أتابع الملف اليمني منذ بدايته، الحوثيين وكل المسؤولين الحوثيين وأنصار الله والمشطات إلى آخره كلهم يؤكدون على الحل اليمني والتحاور اليمني دون إقفاق. هذا طيب، لكن الحل اليمني ما هو الحوثيين أيضا مش سهلين، يعني هذا خبث في السياسة ودهاء ربما دهاء إيراني، هم يريدون أن يتحاوروا مع يمنيين مجردين من السلاح، يعني أنت ماسك ما شاء الله عليك بسلاح الدولة في صنعاء وتريد اليمنيين أن يأتونك عزل إلى صنعاء ويتحاوروا معك. طيب أنت خلي صنعاء وروح الصعدة وخلي حكومة انتقالية تعود إلى صنعاء ثم نتحاور، لا يقبلون بذلك. إذا كل الشعب اليمني مسلح
والمغالطة أن صنعاء تحت حكم الحوثيين وحدهم، صنعاء تحت حكم المجلس الثوري الانتقالي، ويتكون من شيوعيين ومن سنيين ومن يساريين ومن قوميين. يعني لا تقلع. شكرا لك إبراهيم. أشكرك إبراهيم من إسبانيا. الحاج رضوان من ليبيا عن طريق الواتساب يقول: أخيرا اقتنع آل سعود والمسؤولين في المملكة أنه لا جدوى من الحرب وتدمير اليمن وقتل الأبرياء، فجلسوا على طاولة المفاوضات صاغرين كما يقول الحاج رضوان من ليبيا. يبدأ أنا أحس طبعا من بعض المشاركات فيها شيء من الشماتة. أنتم يا سعوديين شنيتوا الحرب وعملين فيها أبو علي وستعيدون الشرعية، لم تعيدوها إما عجزا أو ربما من مصلحتكم ألا تعود الشرعية إلى صنعاء، لأن عودة الشرعية تعني عودة روح الثورة، وعودة روح الثورة لليمن خطر على السعودية، وبالتالي السعودية ليست عاجزة على استعادة صنعاء، بل كانت تريد أن يستمر ربما اليمن في هذه الفوضى. الآن السعودية قالت لك إلى السلام، لكن السلام يا حبايبي يا حلوين، شنيتوا الحرب ودمرتوا البلد، وين الأهداف اللي حققتوها؟ الشرعية ما تزال يعني لا 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 تجد لها بلدا يؤويها. والخسائر يا جماعة الخير، من يسائل المسؤولين السعوديين بدءا بولي العهد سيد الحرب، من يسائله الثلاثمية ولا الثلاثمية وخمسين ولا ميتين ولا اللي هم ميتين مليار دولار، لنقل ميتين فقط، مين أعطاك حق أنك أنت تبعزقهم في اليمن ثم تعود خالي الوفاض؟ في الدول الديمقراطية ودولة القانون يحاسب المسؤول. أنت مش تروح تشن يعني حرب بأموال الدولة والشعب ثم تعود بلا شيء، أقلها مع السلامة ويؤتى بغيره. هذه في الدول اللي تحترم نفسها طبعا، لا أدري السعودية تحترم من، إلا إذا كان طبعا إلا إذا كان الحاكم في السعودية معصوم ولا أحد يسائله. طيب نتوقف الآن مع هذا الفاصل الإخباري، ثم نعود للمزيد من المشاركات وأيضا والرسائل عن طريق الواتساب. بث مباشر على اليوتيوب على مدار الساعة، من هاتفك النقال يمكنك بسهولة الوصول إلينا. أبدأ من الضفة المحتلة، 96 شهيدا منذ بداية العام فقط. يريد والله كل العرب يتابعوا هذه الأرقام وهذا الذي يجري في فلسطين، وبالذات المطبعين المهرولين المنبطحين، حتى لا أقول أشياء ثانية، يريد تتابعوا، مصرين على تطبيعكم وانبطاحكم. ليش؟ إخوانكم أعداد كبيرة من الشهداء، هذا الذي تمدون إليه أيديكم هو الذي قتلهم جميعا، ويعتدي على القدس والأقصى كل يوم، ومع هذا ولا زعيم عربي واحد تجرأ من المطبعين طبعا تجرأ ويقول طبعا تبا لهذا التطبيع، ويرمي الورق في الهواء أو يحرقه، ولا واحد منهم عنده قدرة على ذلك. ليش؟ اسألوه ليش. لأن السيادة نسبية، لو كانت هناك سيادة في هذه الأقطار العربية لداستها الشعوب هذه الأوراق البالية، أوراق الخزي والعار. 96 شهيدا منذ بداية العام بعد ارتقاء الشهيد بلهان في أريحة اليوم. استشهد شاب فلسطيني وهو محمد فايز بلهان يبلغ 15 فقط، أصيب 4 آخرون برصاص قوات العدو الصهيوني خلال اقتحامها لمخيم عقبة جبر بأريحة وسط تعزيزات عسكرية ومحاصرة أحد المنازل، مما أدى لاعتقال 5 شبان وسط اشتباكات مسلحة. إلى القدس المحتلة الآن، المئات من قطعان المستوطنين يستبيحون الأقصى تحت حماية جنود الاحتلال، كل يوم كل يوم يستبيحون الأقصى، وفي رمضان في أفضل الشهور. يعني إذا لم يكن هذا إرهاب واستهتار
وتعدي على أمة المليار ونص أو أكثر، ماذا يسمى؟ اقتحم أكثر من 1500 مستوطن منذ صباح اليوم باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية. توزع المستوطنون إلى 23 مجموعة اقتحمت المسجد الأقصى في خامس أيام عيد الفصح اليهودي الذي ينتهي بعد غد الأربعاء. تقدم المقتحمون عضو الكنيسة المتطرف من حزب الليكود موشي فيجلين، وكانوا مرتدين ملابس الكهنوت الخاصة. هكذا استباحة حقيقية لأقصى المسلمين. نختم بليبيا. اتحاد الثوار يعلن موقفه من التعديل الثالث عشر. أعلن اتحاد ثوار ليبيا رفضه التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أصدره مجلس النواب وعسكرة الدولة وتولي مزدوجي الجنسية ومن تلطخت أيديهم بدماء الليبيين المناصب السيادية في الدولة. وأعرب الاتحاد في بيان له عن أمله في أن تلعب الأمم المتحدة والدول الداعمة لليبيا دورا في دعمه كما كان لها دور بارز خلال الثورة. كان هذا آخر خبر في هذا الموجز. نعود مباشرة لموضوعنا. طيب، نرحب بضيفنا الثاني الآن. ينضم إلينا الأستاذ بشير الحارثي الكاتب والباحث من جنيف. سيد الحارثي، مساء الخير. لعلك تبعت معنا منذ قليل ضيفنا الموالي أو المؤيد للحوثيين الأستاذ طالب الحسني، يقول بأنه في النهاية الوفد السعودي جاءنا راكعا إلى صنعاء، وبأنه على اليمنيين الآخرين أيضا أن يأتوا في حوار يمني، ولكن الحكومة حكومة الحوثيين هي الحكومة الشرعية ولا عودة إلى صنعاء كما قال. عن أي سلام إذن يجري الحديث الآن وهذا التهليل والتطبيل في أكثر من عاصمة عربية؟ مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك. في الحقيقة الحوثيون يحاولون أن يسوقوا أنهم حققوا انتصار، وأن زيارة الجابر والوفد السعودي إلى صنعاء هي بمثابة الخضوع والنزول عند رغبة الحوثيين وما يريدون. لكن في الحقيقة بغض النظر عن وصول سفير السعودي إلى صنعاء ومباحثاته مع الحوثيين وإلى آخره، وكل التسويق الذي يحاول الحوثيون وإعلامهم أن يروجوه للعالم أنهم انتصروا، هذه كلها حقائق كاذبة. لأنه في نهاية المطاف هذه هي قبل كل شيء هي معركة اليمنيين، والسعودية كانت داعمة للحكومة الشرعية، وحتى إن وصلت في نهاية المطاف إلى تفاهمات مع الحوثيين، أو حتى لو وقعت للحوثيين وتركتهم ويعني عملت مصالحة معهم، هذا لن يكون حل بالنسبة لليمنيين، لأن هناك اليمنيين لا زالوا موجودين على الأرض ولا زالوا يرفضون هذا المشروع ويقاتلونهم. اليمنيون ما زالوا على الأرض ويقاتلون الحوثيين، لكن هذا السلام السعودي لنقل هو سلام سعودي حوثي، ألا يترك الشرعية ومن لفها من قوات وجيش وقوات دعم وما إلى ذلك، يتركها في حالة تسلل إن صح القول بلغة الرياضة؟ يعني أنتم الآن أو هذا الطرف الشرعي هو بلا سند الآن في الميدان. في نهاية المطاف يا عزيزي، اليمنيون والشرعية اليمنية هي تستند على الرجال في الميدان وعلى اليمنيين. وما يعني إذا كانت المملكة العربية السعودية نقول قد وصلت إلى تفاهمات كبيرة مع الحوثيين ولم يعد لها علاقة في الحرب في اليمن، ونقول أن السعودية رحلت وتركت الشرعية وتركت اليمنيين لمواجهة مصيرهم مع ميليشيات الحوثي، بالتأكيد هناك في الميدان من سيحملون الراية ويواصلون هذه المقاومة وإفشال هذا الانقلاب. صحيح اليمنيون اليوم بعد 8 سنوات ينشدون السلام وكل الناس يدعو إلى السلام، ولكن ما هو السلام الذي يراد من قبل الحوثيين؟ هو يراد الاستسلام. نحن موجودون في صنعاء، وإذا أردتم أن تعود فأكثر ما سنمنحكم إياه هو العفو، أن تعودوا تحت رعايتنا في صنعاء، لكنكم منزوعين القرار، منزوعين أي شيء يخص اليمنيين أو السيادة اليمنية أو الحكومة أو التصرف أي شيء
في الميدان، وبهذه الطريقة وبهذه الآلية لن يقبلها أحد من اليمنيين. صحيح أن المملكة العربية السعودية هي المتحكمة بقرار الشرعية اليمنية، وصحيح أن كثير من الأطراف في اليمن لها ارتباطات خارجية، ولكن في نهاية المطاف الحوثيون لم يكن لديهم يوم من الأيام أي بوادر حياة وشراكة مع اليمنيين. هم يعتبرون أنهم هم حكام وسادة على اليمنيين، والبقية يجب أن يخضعوا وينصاعوا لهذه الميليشيا ويأتمروا بأمرها. وما تفضلت عليهم الميليشيات الحوثية في قادم الأيام إن تمت أي يعني حلول سياسية فهي من باب الإكرامية لهم، ويقدموا على نفسهم على أنهم هم من يدافعون عن اليمن. ولكن الحقيقة الناصعة أخي صالح، الحقيقة نعم. الناصعة أن هذه الحرب من تسبب بها؟ من جلب السعودية والإمارات وسبب الحرب وقتل اليمنيين؟ هي ميليشيات الحوثي عندما انقلبت في عام 2014 على الدولة، أسقطت مؤسسات الدولة ثم ذهبت توزع الموت في كل أرجاء اليمن، وتسببت بجلب التحالف لليمن، واليوم تريد أن ترغم الناس أيضا عن سلام بطريقتها هي. شيء لا يستقيم الأمر، ولا وحتى شعارات الحوثيين التي يحاولون رفعها طوال 8 سنوات وحاولوا من خلالها تجيش اليمنيين أن هناك عدوان في اليمن وأن هناك السعودية تقتل اليمنيين وعدوان على اليمن وإلى آخره، اليوم يتباوسون في الأحضان ويتسالمون. هذا هو سؤالي، واعذرني على المقاطعة سيد الحارثي. نعم. إذن لماذا لا تكونوا أنتم أيضا طرف الشرعية صرحاء مع أنفسكم وصرحاء مع الآخرين؟ أنتم الآن بين غدرين إن صح القول، بين غدر الحوثيين الذين انقلبوا على العاصمة صنعاء واستولوا على سلاح البلد ويحاربونكم منذ سنوات، وبين غدر الحليف الذي جاءكم حليفا والآن يترككم منفردين في الميدان دون أن يعود بكم إلى صنعاء. يعني لا فرق بين هذا وذاك عمليا ولا لا؟ أيا كانت النتيجة يا أستاذ صالح، أو أيا كانت نوايا المملكة العربية السعودية في ترك الشرعية لمواجهة الحوثي أو منح الحوثي وصبغ بالشرعية ثم ترك اليمنيين لمصيرهم، إلى هذه اللحظة لم يكن هناك يعني أي قرار أو تصريح رسمي من المملكة العربية السعودية بكل ما قلته. ولكن أيضا من حق اليمنيين أن يطرحوا هذه التساؤلات مثل ما ذكرت أنت، ومن حق اليمنيين أن يتخوفوا من مستقبل بلدهم في حال ذهبت المملكة العربية السعودية للتصالح مع الحوثيين ومحاولة فرض بالقوة مجلس القيادة الرئاسي والشرعية اليمنية على الذهاب لأي تسوية سياسية تمنح الحوثيين الشرعية وتبقي على الحوثيين بهذه القوة العسكرية والأسلحة، وعدم إفشال الانقلاب الذي قادوه، وعدم عودة مؤسسات الدولة التي تضمن لكل اليمنيين الحقوق في كل محافظات اليمن وفي كل المدن اليمنية. ولكن إلى هذه اللحظة نحن نسمع ونترقب، وهذه المباحثات بين الحوثيين وبين السعودية هي منذ يعني مدة طويلة، ليست وليدة اليوم، ولكن أعتقد اليوم ظهرت إلى السطح وبدأت الخطوة إلى الأمام بعد العلاقات السعودية الإيرانية التي عادت في الفترة الأخيرة. ولكن في تقديري الشخصي لا يمكن أن نحكم على أي نجاح سواء العلاقات السعودية الإيرانية وإنعكاساتها أيضا على الملف اليمني. نحن نعرف يا سيد الكريم أن إيران وأدواتها وميليشياتها في الوطن العربي لا تلتزم باتفاقيات ولا معاهدات، وإن حاول المجتمع الدولي وإن حاولت حتى السعودية ترويج ذلك وأوهام وإيهام اليمنيين بأن هذه المرة هناك رعاة دوليين والصينيين هم من الضامنين لإيران وعلاقتها مع السعودية، وأيضا ارتباط السعودية وإيران بالملف اليمني سيكون إيجابيا لعودة السلام وإنهاء الحرب. يا أخي الكريم، نحن كيمنيين إذا تحدثنا عن نفسنا كيمنيين، أنت تعرف لدينا تاريخ طويل من المعاهدات مع ميليشيات الحوثي لم تلتزم بأي معاهدة ولا أي اتفاقية منذ أن ظهرت في أول رصاصة تواجه فيها الدولة اليمنية عام 2001 والحروب الست، ثم بعد ذلك الانقلاب في صنعاء ودخولها في مؤتمر الحوار الوطني، اتفاق السلم والشراكة، اتفاق السويد، جنيف 1 و2 والكويت، كل هذه القائمة الطويلة من الاتفاقيات هذه الميليشيات تحفظها وحبرها لم يجف. في 20 ثانية لأن الوقت انتهى سيد الحارثي، في 20 ثانية فقط، الأستاذ رشاد العليمي واضح بأنه متفائل من هذه الخطوة السعودية ويرى بأنه سلام ربما في نهاية النفق، لكن كلامك يبدو
مختلف تماما. هل الشرعية الآن ضعيفة وهي مرغمة ربما للسير خلف السعودية رغم أنه الحصاد هو تقريبا عمليا لا شيء، أم أننا سنرى تمسكا بالثوابت كما أشرت حضرتك وربما بداية الفراق بين الشرعية والمملكة العربية السعودية؟ بالتأكيد إلى الآن نحن ما نراه من الشرعية اليمنية ومن رئيس القيادة الرئاسي هم متمسكين بالثوابت التي جاءت على ضوءها أي اتفاقات مع ميليشيات الحوثي في مقدمها القرار 22-16، هذا من حيث المبدأ. ولكن اليوم مجلس القيادة الرئاسي وممثل بالدكتور رشاد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي وكل اليمنيين وكل القوى السياسية أمام مسؤولية تاريخية أمام الشعب، لا يمكن أن تمنح الشرعية وتصبغ لهذه الميليشيا الانقلابية التي تريد السيطرة على اليمن بقوة السلاح وتحكمها بالحديد والنار وتحكمها على مبدأ نحن ولاة أموركم وأنتم عبيدا لنا، هذا من حيث المبدأ. إذا حتى وإن ذهبت السعودية باتفاقات مع إيران وتحاول إرغام الشرعية ومجلس القيادة على التوقيع لصبغ ميليشيات الحوثي بالشرعية فهي تتحمل المسؤولية أمام اليمنيين، وأنا في تقديري لن يقبل ذلك لا أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ولا الدكتور رشاد العليمي ولا اليمنيين. وفي حال ذهب رشاد العليمي لتوقيع أي اتفاقية مع هذه الميليشيات ومنحها صبغة الشرعية فيكون قد حكم على اليمنيين بالدخول في حرب أهلية واقتسام واقتتال وتمزيق للبلد، ولن يعني تنجح هذه التسوية مهما كانت لأن اليمنيون يرفضون هذا المشروع. ستكون هناك سلام عندما يخضع الحوثي ويعود لإنهاء الانقلاب، تعود مؤسسات الدولة الضامنة بالدولية لعودة كل الأطياف اليمنية إلى صنعاء والدخول في حوارات سياسية والشراكة. أما بهذه الآلية فهو عبارة عن استسلام هذه الميليشيا وهذا شيء مرفوض وغير مقبول من جميع اليمنيين شمالا وجنوبا شرقا وغربا، حتى من هم اليوم تحت سيطرة ميليشيات الحوثي في هذه المحافظات وهذه المدن هم يرفضون هذا المشروع. ولعلك تتابع يعني كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل ردود الأفعال. وصلت الفكرة، شكرا لك الأستاذ بشير الحارثي الكاتب والباحث، كنت معنا من جنيف، نشكرك جزيل الشكر. حسن العماري يقول هذه مؤامرة وسيناريو أمريكا الصهيوني الذي حققته بالأمس في العراق تعيده اليوم في اليمن وفق وجهة نظره. طبعا سليم من فرنسا يقول بعد وصف السعوديين للحوثيين الحفاة العراة قبل سنوات طويلة اليوم نرى السعودي يهرولون إلى اليمن للوصول إلى حل مع الحوثيين. صدق ترامب لما قال لولا الحماية الأمريكية لما بقى السعود يوم واحد في الحكم كما يقول. أحمد من مصر لو لم تدخل السعودية الحرب ضد الحوثيين عام 2015 لكانت صور علي خامنئي تنتشر الآن في مكة والمدينة والرياض والدمام وكل ربوع المملكة كما قال. إبراهيم صالح وهو يمني يقيم في مصر يقول هذا السلام ما تم إلا بعد أن تصالحت السعودية وإيران والحوثيين هم مجرد أداة بيد إيران. في نفس الوقت الحرب هي ضد الإخوان المسلمين، السعودية والحوثي متفقين ضد الإخوان كما يقول. رسالة من أبو عبد الله يقول حفظ الله الشعب الفلسطيني المظلوم كما الحال مع الشعب اليمني الصنعاني المظلوم. الشعب اليمني هو في كل اليمن يا عزيزي وليس فقط في صنعاء. إذا كنت حوثي فلا يعني أن تقتصر اليمنيين على من هم يقيمون في صنعاء، وما أدراك أنه الأهل صنعاء كلهم مقتنعين بالنظام الحوثي. ما هو السلاح يا عزيزي يرهب المواطن. على كل حال حسن من أقادير بالمغرب يقول انتهى العدوان وسلموا على بعض والضحية هو اليمن الشقيق. رسالة ربما أخيرة، شيماء القرني تقول المصالحة وتجاوز الخصومات بين السعودية مع الأطراف اليمنية وارد تدريجيا ما عدا الطرف الذي يتبع للإمارات ومن خلفها دولة الاحتلال التي تريد وضع قواعد عسكرية لها في سقطرة وعند باب المندب كما تقول شيماء. أدركنا الوقت، أنا أعتذر طبعا من كل من بقوا معنا ولم نعرض مشاركاتهم. الآن مضطرين للذهاب إلى فقرتنا الأخيرة كالعادة مراسلو الرأي الحر. بث مباشر على اليوتيوب على مدار الساعة من هاتفك النقال يمكنك بسهولة الوصول إلينا.
أبدأ هذه الفقرة الليلة من فرنسا. معنا رسالة من سليم. يقول سليم: عندما تتحرر دولنا العربية من أنظمتها العميلة والمنبطحة وقتها سنتحدث عن تحرير فلسطين، غير ذلك كله هراء وضحك على عقول الناس كما يقول. علي من السعودية: للأسف يقول سقوط بغداد كان سقوط للهيبة العربية، والدليل هو استباحة العراق من قبل إيران بعد أن جاء عملاؤها على ظهر الدبابة الأمريكية. نختم بماهر من تونس: مأساة العرب أنهم شيع وجماهير، لا أدري ماذا يقصد، بعضهم يشجع أمريكا وبعضهم يشجع روسيا وبعضهم يشجع إيران وبعضهم يشجع فرنسا وبريطانيا، والآخر يطبع مع الكيان المحتل ويبيع الأقصى، والآخر يبيع بلده، لكن المشترك في كل ذلك أن الجميع يحتقرهم. الآن واضح. أشكرك ماهر من تونس. نختم كالعادة برقم هذه الفقرة لمن يرغب في إرسال مشاركة مكتوبة كما كان حال المشاركات التي عرضناها للتو، أو مشاركة على شكل فيديو. وأنا دائما أحرض باستخدام التكنولوجيا الحديثة، الموبايل، عندك موبايل وفيه كاميرا، سجل فيديو دقيقة واحدة، مشهد مهم أو تسجيل لك أنت أو حوار مع أي شخص فقير مسحوق مضطهد في بلدك، تقوم بزيارة الأماكن المهمشة وتعمل حوار مع الناس، أو تصور المشاهد، مشاهد الخصاصة والعوز لدى الناس، وترسل بها إلى هذا الرقم حتى نفضح يعني مشاهد الفقر والعوز في بلداننا، ونفضح المسؤولين المقصرين، لأنه وراء كل حالة فقر ووراء كل مشهد تهميش هناك مسؤول مقصر، هذا مؤكد، وبالتالي علينا جميعا أن نساهم في تعيرية هذا التقصير. الرقم أمامكم واتساب لمن يود أن يرسل بهذا الفيديو: 044-77-627-609. مرة أخرى: 044-77-627-609. والكرة في ملعبكم لكل من يود أن يرسل بفيديو لا يزيد عن دقيقة واحدة، بيدك لا بيد غيرك، ما ترسل لي فيديو من تويتر أو فيسبوك أو غيرها لو سمحتم. تأتينا فيديوهات كثيرة، نحن نريد أن تكونوا أنتم مراسلو الرأي الحر، أنت اللي تنتج الفيديو بهاتفك وبيديك. بهذا نأتي لنهاية هذه الحلقة، أتمنى لكم صيام مقبول جميعا وإفطار شهي، واللقاء بحول الله يتكرر يوم غد وفي نفس التوقيت. أستودعكم الله.